لهون بالصيفيه انا معك وفرجيناكم لايف بفيديو على يوتيوب هول كلهم كي بيطلعوا من الارض عنا بلبنان فصيل شو هي كم سنه بدهم كم ملايين سنين بدهم وكيف بينعملوا باي منطقه رح تعرف عليهم ترجع عن جديد برجع كل مره بتطلع مثل كانه اول مره وبنبهر فيهم وسهلا فيكم بإكسبو حائل نحن هون ضايع اسمها حائل منطقة جبال منشتهر بالأسماك المتحجرة اللي منلاقيها بالصخر علو 750 متر نفتح الحجار وبيطلع الفوسيل بقلبها عمرهم 98 مليون سنة هلأ مثل ما عم نشوف هون سمكة اسمها سيكلوباتيس أكترية الأسماك الموجودة هون منقرضين إكستينكت يعني بطل في منهم هيدا نوع من الريز كان يعيش بكعب البحر الكوفرتور تبعه كانت جيلاتين ما بتعم بريزرفاسيون كرمال هيك ببين شكله مثل الشمس وهو اكتر سمكة سبيسيفيك من المنطقة هون نشتهر اكتر شيء انه عنا اكتر من 350 نوع بيطلعوا فرد مطرح فيكم تشوفوهم بالمعرض عنا هون يا فينا بعد شهر تقريبا نفتح المقلة فيكم تجربوا انتو تلاقوا فوسيل فوق عنا وتحتفظوا فيه قطعة تاريخية وهلا طالعين على المقلع يلا بدنا صور المقلع هالحلقة فيها كل شيء فيها مناظر فيها ربيع فيها اشياء كتير حلوة فيها زهور فيها مي فيها الوان وفيها مشي كمان بلشنا هلا تلت ساعة تقريبا مشي تنطلع على قلب الجبل ونشوف الفوسيل وين بيطلع ليتس جو مناظر ماي كتير حلوين وبيبلشوا الدراج الياسين ما خبرني هيك قبل المقلع معروف من تقريبا 3 سيكل 4 سيكل ما انه شيء جديد قبل كانوا يعتبروه كانه بروف عن طوفان نوح انه لك السمك في واصل على نص الجبال نحن هون تقريبا 750 متر وقطع سان لوي ويناف قطع بالمنطقه قدموا له فوسيل من منطقه جبال يعد المقلع رقم 1 عالميا بالكونسنتراسيون تبع الفوسيل بار متر كوب يعني ما في بكل بلدان العالم عنده فوسيل بس كونسنتراسيون والعدد تبع الفوسيل بيطلع بفرد نقطة نحن الرقم 1 وبعيد كتير كيف تعرف أنت بدك تطق؟ يحن يحن بس هول أنا أكيد بتلاقوا منهم ميات بالنهار سمكي ناقصنا نبع مثلا ناقص راسة هون ناقصة شوي ايه والله طلعت فيها شو يحيي شقفي هون ابعتها يحيي شو بكم ناقص حلمي كثير انا عم بقول لك حيلا شقفي معقول يطلع فيها حتى لو مش بقصدك كثير بس بيعكم اياها